في اليوم الثاني من المهرجان عرض الفيلم المصري اشتباك. فريق عمل الفيلم صعد على سلالم قصر المهرجانات، وبفيلمهم افتتحوا برنامج نظرة ما. قبل عرض الفيلم كان في روح جماعية مريحة للغاية. حاجة كبيرة جداً إنه فيلم لنا يبقى في افتتاح برنامج نظرة ما في مهرجان كان أكبر مهرجان سينمائي في العالم. النجمة نيلي كريم ارتدت فستان من القطيفة السوداء، فستان نيلي كان من تصميمها الخاص، هي اللي صممته ونفذته مخصوص لحضور مهرجان كان. فستانك اما هو فكرت كتير، فكرت قليل اللي لقيتيه قدامي في الدولاب؟ لا لا، انا عملت حاجه ستاندرد اسود وخلاص. يعني انا بحب اعمل حاجتي بنفسي، بس ما بحبش اتكلم عن الموضوع ده. ده تصميم انا اللي عامله الفستان. يعني عاملاه مخصوص لمهرجان كان ولا كنت عاملاه لا لا، عملته مخصوص لمهرجان كان. طب ما انت فايقه ورايقه. انت ده في السريع، يعني عندي مواهب تانية فعلا. خطوط الموضه فيه بتوقيع نيلي كريم شخصيا.